تستعد شركة إيزي للخدمات المالية التي تعمل على توفير التقنيات والحلول المبتكرة في القطاع المالي لإطلاق أول شبكة للدفع بالبصمة في المنطقة. يوسف يسلط الضوء على هذه الفكرة الجديدة مع ضيفه في الاستوديو. إليك يوسف. شكرا لك مايا. للحديث عن ذلك معي في الاستوديو دكتور نايف العلوي المؤسس المشارك ونائب رئيس مجلس إدارة شركة إيزي للخدمات المالية. أهلا بك معنا. نتحدث بداية عن تقنية الدفع بالبصمة. عرفنا بها وما آلية عملها. حاضر. طبعا تقنية الدفع بالبصمة تم تسجيلها في الولايات المتحدة الأمريكية كبراءة اختراع وحقوق فكرة وتم إيداعها بمكتبة الكونغرس الأمريكية بالإضافة إلى لبنان وتحت معاهدة بيرن العالمية. طبعا هي وسيلة متطورة بديلة عن وسائل الدفع التقليدية بالبطاقة البلاستيكية. كيف تعمل؟ كيف تعمل؟ طبعا هي أول ما أنت تروح على أي جهاز صراف آلي أو نقطة بيع تحط صبعك البصمة وتدخل البين كود وعلى طول راح تصير عملية الترانزاكشن المالي دي. ما هو حجم استثماركم في هذه الفكرة؟ طبعا حجم الاستثمار كبير وبعد دراسات مستفيضة مع شركائنا حاولنا ان احنا نجزئ عملية الاطلاق الى ثلاثة مراحل راح تكون محلية ثم خليجية. تبدأ من البحرين طبعاً. كدولة أو كشركة مقرة في البحرين شيء طبيعي بس هذه ما يمنع طبعا أن احنا نشتغل في نفس الوقت مع الدول المجاورة ودول الخليج في ذلك. طيب ما عدد البنوك دعنا نقول التي تعاقدتم معها أو المؤسسات المالية التي لربما قد تبدأون مع هذه الفكرة وهذا المشروع؟ طبعا حاليا في مجموعة بنوك ما أقدر أذكر بالعدد وما يفوقون يعني 4 إلى 5 بنوك وفي طبعا عندك شبكة من الشبكات الخليجية أبدوا كل قبولهم واستعدادهم في خوض هذه التجربة الفريدة من نوعها. طيب انت تحدثنا عن طريقة العمل مرة أخرى، يعني بمجرد أن نضع البصمة هناك قراءة، يعني يجب على الفرد أن يسجل نفسه في البنوك أم كيف ستكون الآلية، يعني منذ أن تتعاقدوا مع البنك أو مع المتاجر البيع بالتجزئة مثلا كيف ستكون الآلية؟ هل ستوفرون أجهزة لهم قارئة للبصمة مثلا؟ هل العميل بحاجة أن يسجل بصمته في كل بنك أو في كل جهة يريد الشراء منها؟ بالضبط. طبعا هناك بنوك مشاركة في شبكة أو منظومة إيزي للخدمات المالية. في نوعين من البنوك، في بنوك المستحوذة وفي بنوك المصدرة. ممكن نفس البنك يكون يعني عند الخاصيتين. اليوم العميل يروح يزور البنك المفضل عنده، عنده رقم حساب، يروح يسجل بصمته ويضع البين كود المميز اللي هو يختاره ويتم ربط البصمة بالحساب البنكي تبعه. وبعدين ما عندك أنت موضوع التأخير أو موضوع آلية أنا مثلا البطاقة وال يعني إصدار البطاقة وإرسال البين كود مختلفة، العملية في نفس الوقت تتم وفورا تقدر تروح تستخدم الخدمة ذي عن طريق أي نقطة سواء كان صراف آلي أو عن طريق نقطة البيع. ونقطة البيع عادة هي البنوك اللي هي توفر الأجهزة ذي راح توفرها طبعا بالنيابة عنها حق التجار المشتركين معهم. طب ما أبرز التحديات التي قد تواجهكم في تطبيق هذه الفكرة إن كان في مملكة البحرين أو في المنطقة بشكل عام أو حتى عالميا نشري؟ نعم طبعا التحديات موجودة وأي فكرة جديدة محتاجة قبول ومحتاجة مصداقية من أول لحظة. واليوم طبعا إحنا والشخص العامل الرئيس في ذي الموضوع اللي هو الفرد. الفرد إذا ما شاف أن أي قيمة مضافة من هذه المنظومة طبعا المشروع بأكمله ما راح يضيف أي شيء. صحيح. والتحديات طال عمرك أن اليوم مفروض الحكومات والمؤسسات المشاركة والمصارف المركزية تدعم مثل هذه الأمور اللي هي تغنيك عن موضوع الكارد كومبرومايزينج والسكيمينج اللي صار آخر مرة في المنطقة وعالميا. فاليوم البصمة هي إثبات حضور للدفع، هي يعني لا مجال لإنكار أن مو بأنا اللي دفعت، ولازم تكون طبعا بصمة حقيقية ومثل ما يسمونها قراءة حية للبصمة. كيف يمكن لهذه الفكرة أن توفر؟ بالتأكيد إذا أنا تبنيت أي مشروع من خلاله أريد أن أوفر الجهد والوقت والتكلفة عليه بالضبط. كيف يمكن لهذه الفكرة أن توفر كل ذلك على بالضبط. المؤسسات اليوم طبعا عندك مرحلتين، عندك مرحلة البنوك كاشتراك وعندك مرحلة الفرد. إذا ني حق مرحلة البنوك اليوم إحنا صممنا المنظومة ذي كاملة على أساس أن كل بنك مشترك يبذل أقل نوع من المجهود مثل ما يقولون بلاج اند بلاي. وبالنسبه حق المشترك البنوك اليوم عندها تكلفه عاليه في اصدار البلاستيك وفي اصدار الرقم الرمزي والبريد وهالامور ذي كلها، فهذه طبعا انا ما اقول ان اليوم راح يتم يعني تحس بالفرق لكن على المدى الطويل طبعا راح يوفر كثير على البنوك.
إذن دكتور نايف العلوي، المؤسس المشارك ونائب رئيس مجلس إدارة شركة إيزي للخدمات المالية، كل التوفيق لكم بهذه الفكرة المميزة صراحة، وعلى أمل المواكبة والمتابعة معكم بإذن الله في الأيام المقبلة. شكرا لحضوركم. الله يسلمك. شكرا.